السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن صبغ جراثيم البكتيريا لأنها مهمة في تقسيم البكتيريا لسبور فورمينج أو نون سبور فورمينج بكتيريا. هتحكم على قبول أو رفض عينات في مصانع الأدوية والأغذية والألبان. هتعرف مدى تلوث خط الإنتاج بتاعك وهل أنت في حاجة لتغيير خطة الغسيل للخطوط دي. هتشوف كفاءة التعقيم والبسترة. مهم جدا في عزل بكتيريا متجرثمة ليها فايدة اقتصادية زي اللي بتستخدم كباي كنترول أو كباي فرتلايزر، لأنك بكده هتضمن إن إنتاجك الميكروبي ده ما يفسدش بسرعة لحين استخدامه، يعني اللي هو بتطول الشيلف لايف بتاع المنتج. وطريقة الصبغ هنا ليها تكنيك مختلف عن الصبغ البسيط وصبغ جرام، نظرا لأن الجراثيم دي ليها تركيب خاص وصعب اختراقه، زي ما قلنا في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الجراثيم بالتفصيل، وقلنا إنها عبارة عن بكتيريا أصلاً ولكن تعرضت لظروف بيئية سيئة فكونت الجرثومة عشان تحافظ على نفسها من الموت لحد ما الظروف تتحسن والجرثومة دي تنبت مرة تانية. المهم إن الجرثومة ليها تركيب معقد ويصعب اختراقه، فلو صبغتها بالصبغ البسيط هتلاقي المنظر ده ظهر لك تحت الميكروسكوب. هنا الفيجيتيف سيلز هي اللي خدت الصبغة فقط، لكن المناطق الشفافة فهي دي الجراثيم اللي الصبغة ما قدرتش تدخل جواها زي ما دخلت لخلايا البكتيريا. طب يا ترى نعمل ايه عشان نصبغ الجراثيم دي نفسها ونقدر نشوفها تحت الميكروسكوب؟ بكل بساطة هضحك على الجرثومة وعرضها لحرارة. فنفاذية جذور الجرثومة هتزيد وهوب الصبغة تدخل جواها، وبعدين تبرد الجرثومة فالنفاذية ترجع تقل تاني، وكده الصبغة يبقى اتقفل عليها ومش هتخرج. تعال نشوف تفاصيل الشغل العملي لطريقة اسمها شيفر اند فلتر. هتجيب شريحة زجاجية واوعى تخلي صوابعك تلمس الشريحة من النص، تمسك الشريحة من الحواف، وبعدين تمرر الشريحة دي على اللهب من فوق عشان تطير اي شوائب موجودة عليها، وتحط نقطة مية بقى الطرف نص الشريحة. خد لوب من العينة او المزرعة الميكروبية وما تاخدش كمية كبيرة، ما تحفش زي ما قلنا علشان تعرف تشوف الخلايا بوضوح تحت الميكروسكوب. هتفرد العينة بتاعتك اللي خدتها دي كويس جدا 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 على الشريحة وتجففها فوق اللهب من بعيد شوية، مش في قلب اللهب، فوق اللهب كده. انت جففت غشاء البكتيري بتاعك على الشريحة وبقى متثبت كويس جدا كده. خلصنا الخطوة الاولى اللي هي تحضير الغشاء على الشريحة. تعال نخش الخطوة التانية وهي الصبغة. بس الاول برد الشريحة علشان لو حطيت الصبغة مرة واحدة والشريحة سخنة ممكن تتكسر منك. ولحد هنا فكل الخطوات اللي فاتت ثابتة لمعظم طرق الصبغة. نيجي بقى للجديد. في الخطوة السابعة هات الشريحة وعليها صبغة ملاكاي جرين، دي الصبغة الاساسية. سخن الشريحة باللهب رايح جاي لمدة 5 دقايق، وخد بالك من حاجتين. اوعى تخلي الصبغة توصل في التسخين لمرحلة الفوران او الغليان، وتاني حاجة اوعى الصبغة تجف منك على الشريحة، فكل ما تلاقيها نقصت لازم تزودها بملاكاي جرين اول باول. لو وقفت عند الخطوة دي وفحصت الشريحة تحت الميكروسكوب هتلاقي الجراثيم اللي هي فور سبور، وكمان خلايا البكتيريا اللي هي سبورانجيا هي ماذر سيلز، كلهم واخدين اللون الاخضر. سيب الشريحة تهدى شوية وندخل على مرحلة الغسيل بالمية. ولو وقفت عند الخطوة دي وفحصت الشريحة تحت الميكروسكوب هتلاقي الجراثيم بس هي اللي احتفظت باللون الأخضر، لكن خلايا البكتيريا هيبقى لونها شفاف. طب أشوفها إزاي؟ يبقى لازم أدخل على الخطوة اللي بعدها وهي إنك تضيف صبغة سفرانين لونها أحمر لمدة من دقيقة لدقيقتين من غير ما تسخن بقى. آخر خطوة اغسل الشريحة بالمية وجففها وافحصها. زي ما انت شايف بوضوح ان الجراثيم لونها اخضر وقفلت على الصبغة جواها بعد التبريد، في حين البكتيريا نفسها لونها احمر لانها فقدت صبغة ملاكاي جرين في خطوة الغسيل بالمية ودخلت مكانها صبغة السفرانين. سؤال بقى، هل في طريقة تانية لصبغ الجراثيم؟ في طريقة اسمها دورنر، هي نفس الطريقة اللي فاتت، فقط بدل ما كنت بتسخن الشريحة وهي عليها ملاكاي جرين فهتسخنها وهي عليها صبغة كربولفوكسين لونها احمر برضو،
وبدل ما كنت بتصبغ في الآخر بصبغة حمراء اللي هي السفرانين، فأكيد هتغير الألوان عشان تميز بين الجراثيم والبكتيريا، وهتستخدم صبغة ميثيلين بلو. كلام جميل. واحد يقول لي طالما فكرة صبغة الجراثيم إن أنا بزود نفاذية الجدار بتاع الجرثومة بالتسخين، فالصبغة بتاعت أخضر الملاقيت تخش جواه، وأول ما يتعرض للبرودة هوب يقوم قافل على الصبغة وهي جوه. طب ما نفس الفكرة دي ممكن استخدمها مع أي صبغة تانية، اشمعنى أخضر الملاقيت؟ ممكن مثلا مع السفرانين، ممكن مع الكريستال فايلوت، ممكن مع ميثيلين بلو. هقول لك مشكلة كل صبغة فيهم. بالنسبة للكريستال فايلوت هتتعبك في الشغل لأنها بتدخل على الجرثومة، ماشي، وكمان على الفيجيتيف سيلز، ماشي، لا مش ماشي، لأن بدل ما كنت هتغسل بالميه على طول بعد الصبغ، لا ده الكريستال فايلوت ما بتخرجش من الفيجيتيف سيلز بالميه، لازم بالكحول، وبالتالي هتتعب نفسك بخطوه زياده، وكمان ما تضمنش ان الكريستال فايلوت خرجت بكفاءه، فهوب تلاقي في الشريحه اللون البنفسجي وتفتكرها جراثيم وهي اصلا خلايا بكتيريا، بس انت اللي ما غسلتش بالكحول كويس. لكن في ملاقيات جرين ما بنستخدمش كحول يزيل الصبغة لأنها بتطلع أصلا بالمية لوحدها من السلول بتاع البكتيريا. وبالنسبة لمشكلة السفرانين إنها هتولع في الشريحة بالمعمل، لأن أصلا تحضير صبغة السفرانين عبارة عن إنك بتدوب 2.5 جرام سفرانين في 100 ملي إيثانول 95%، فتيجي تمرر اللهب تحت الشريحة عشان الصبغة تدخل جوه الجرثومة، فهتلاقي الدنيا ولعت معاك. لكن لو تلاحظ هتلاقيني استخدمت السفرانين امتى؟ في الاخر خالص بعيد عن اللهب، عشان بس اقدر اميز بين لون الجرثومة الاخضر وبين البكتيريا. وكمان خد بالك انك لو سخنت ميثيلين بلو كصبغة اساسية فهتطلع ابخرة بتسبب سيانوسز. لحد كده تمام، بس سامعك اللي بتقوله، وانا اتعب نفسي ليه واصبغ الجراثيم بالطريقة دي وافضل اسخن واعمل؟ طب ما انا ممكن اعتمد على الصبغ البسيط وشوف المناطق الشفافة اللي طالعة معايا، يبقى هو ده مكان الجرثومة وشكرا على كده. لا يا بابا لا، لكذا سبب. اولهم انك لو صبغت البكتيريا بتاعتك في عمر متأخر او عينة قديمة، ففي المرحلة دي البكتيريا بتبقى في الديكلاين فيز، يعني كلها هتكون تجرثمت، وبالتالي الصبغ البسيط مش هيلاقي خلايا بكتيريا يصبغها، وهتلاقي مجال الفحص تحت الميكروسكوب شفاف، ويبقى كده حكمت غلط على العينة بتاعتك. ثانيا، ممكن تكون الجرثومة ولا وسطية ولا تحت طرفية، لا دي مثلا طلعت طرفية، فهنا خلايا البكتيريا هتتصبغ ماشي، لكن الجرثومة اللي على الطرف ما اتصبغتش، وانت مش شايف اصلا ان كان في هنا جرثومة زي ما كنت شايفها في النوع اللي بيكونها في المنتصف، ويبقى برضو حكمت غلط على العينة وقلت انها غير متجرثمة، في حين انها متجرثمة بالفعل، لكن الجرثومة طرفية وانت ما خدتش بالك. اذا صبغ الجراثيم مهم ايضا لتحديد مكان الجرثومة. لحد كده خلصنا الصبغ، بس عايزك تعرف الكام نقطة دول. وانت بتسخن الشريحة على اللهب، لو ما زودتش الصبغة اول باول وجيت تضيف الصبغة مرة واحدة وهي سخنة فهتتكسر منك. ليه قلنا الاسلانت يكون عمره 48 ساعة؟ لان لو كان فريش اللي هو عمر 24 ساعة اللي هو اللوج فيز، فما كنتش هتلاقي لسه جراثيم اتكونت، وبالتالي هيبقى حكمك على الفحص غلط. ما تخليش اللهب جاي على الصبغة نفسها، لازم تتأكد ان اللهب لونه ازرق ومش اورنج عشان ما يهببش ويعمل لون اسود على الشريحة من تحت. في ميكروبات ممكن تلخبطك وهي ما تكونش بتكون جراثيم اصلا، زي الميكوباكتيريوم جدارها شمعي وعشان كده بتحتفظ بصبغة ملاقية جرين حتى لو اتغسلت بالمية. ساعات كتير جدا الواحد بيتلخبط، هو انا صبغت غشاء البكتيري بتاعي على الشريحة من الناحية دي ولا من الناحية التانية؟ ممكن تجيب جفت وتخربش بيه الشريحة بتاعتك دي، خربشت يبقى انت كنت صابغ على الوش ده، ما خربشتش يبقى انت كنت صابغ على الوش التاني. ان شاء الله نكون غطينا صبغة الجراثيم بكل جوانبه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.